في بنوته بتكتب لي كتير قوي انها نفسها اعمل بيتزا الطاسه وتجربها على طريقتي، وبتبعت لي كتير على الرسائل انت فين ادينا هنعملها، عملت كوبايه من الدقيق جميع الاستخدامات او دقيق بيتزا احط عليه معلقه صغيره من الخميره، وصدقوني العجينه بالخميره بيبقى طعمها احلى كتير من البيكنج باودر لوحده، معلقه من الزيت ورشه من الملح ومعلقه صغيره من السكر، واحط رشه بسيطه خالص من البيكنج باودر. طب لو مش عندك خميره وعايزه تعمليها، اعمليها بالبيكنج باودر يا ستي، ولا حاجه تضايقك ولا حاجة تعصبك. العجينة دي هتتلم بايه؟ كوباية الدقيق هتاخد ربع كوباية من المية الدافية زائد معلقة كمان من المية الدافية. المية الدافية دي ممكن يبقى لبن دافي او ممكن وممكن كمان يبقى زبادي. لم العجينة بقى وحاولي ان انت تعجنيها يعني بس 5 دقايق بحيث ان العجينة تطرى معي. انا بحب اعجن العجينة شوية واضرب فيها كده بايديا، بصوا انا بمسكها في ايديا كده واقعد اقلبها في الطبق وعلى ايديا، و اخدها كده لو حسيت ان هي ملزقه شويه اخدها كده برش الدقيق وافضل اضرب فيها كده واطلع فيها غلي، بحيث ان هي ايه العجينه تبقى طريه معايا. حتى لو هعملها في الطاسه وهعملها سريعه برضو اعجنيها شويه، غطيها بكيس وحطيها ترتاح مثلا من ربع نص ساعه. انا جبت طاسه سخنه وحته زبده وهحمر البيبروني، عشان احنا كده كده هنعمل البيتزا على الطاسه فالبيبروني مش هيستوي كويس يعني زي ما بيدخل الفرن. خلاص كده حمرنا البيبروني، الطاسه معايا سخنه، هبدا بقى اخد العجينه تقريبا بعد نص ساعه بعد ما ارتاحت حفرت كده العجينه بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا افردها قرص كده مدور على قد الطاسه. بصوا هنفردها كده لا رفيعه ولا تخينه زي ما انتم شايفين، هتتفرد بمنتهى السهوله طول ما العجينه مرتاحه هتتفرد معاكي وهتبقى زي الفل. بصوا بقى هدهن الطاسه وهي سخنه، الطاسه سخنه هدهنها كده شويه زيت وهحط العجينه. العجينه طلعت اكبر شويه من الطاسه مفيش مشكله، فردتها على الجوانب بتاعه الطاسه. النار دلوقتي متوسطة، لا هادية خالص ولا عالية خالص، نار متوسطة. اول بقى ما العجينة احس ان هي خدت لون ذهبي زي ما انتم شايفين كده هقلبها. الحركة دي بقى بتخليكي تطمني جدا ان العجينة استوت من جوه، حتى لو انت كنت عاملاها سميكة هتستوي مش هتبقى معجنة خالص خالص، وهيبقى طعمها جميل ما تخافيش ومش هتنشف وهتبقى جميلة. حطيت ميكس جبن شيدر وشيدر حمراء شيدر صفراء ورومي، وحطيت كمان ذرة حلوة ومعلقة من الزيتون. انا كنت نسيت احط الصوص في الاول اللي هو يعني ممكن نحط كاتشب ممكن نحط اي نوع صوص تحبيه، انا نسيت، ممكن تحطي عادي مفيش مشكلة. وحطيت بقى البيبروني اللي انا حمرته وحطيت كمان شوية جبنة بقى عشان تسيح، ونغطي والنار متوسطة لحد ما تلاقي بقى ان الجبنة ساحت وناحت وبقت زي الفل. بقى بصوا بقى احلى بيتزا طاسة هتاكليها بجد تحفة، العجينة طعمها حلو وطرية والجبنة شدت وبقت زي الفل. طبعا الجبنة دي ممكن تبقى تشيدر ممكن تبقى رومي ممكن تبقى موزاريلا اللي موجودة عندك، لا حاجة تضايقك ولا حاجة تعصبك، عايز تعمليها بالقريش حتى ولا بالجبنة الفيتا هتبقى زي الفل. بصوا تحفة بجد، طعمها كان جميل جدا والعجينة كمان طعمها جميل. وفي ناس كتير لما بتيجي تعمل بيتزا الطاسة بتشتكي ان هي بتنشف منها او بتعجن من جوه، صدقوني بالطريقة دي هتبقى تحفة. وبرضو في لقطة اتفرجوا عليها هتلاقوني وانا بفتح لكم العجينة من جوه قد ايه هي طرية وقد ايه هي حلوة جدا وهشة وكمان طعمها حلو. لو عجبتكم وصفتي لازم تعملوا لي لايك للفيديو وتشيروه كتير وتكتبوا لي كلام حلو كتير في الكومنتات وتعملوا لي فولو لو لسه ما عملتوش. انا بحبكم وباي باي.